التهاب غضروفي هو سيت اون انفلاماسيون دو كارتيلاج او لا دو ديسك. ياك هذا الالتهاب الغضروفي كيكون ناتج على جوج ديال الحالات، كاين حاله روماتيزميه وحاله ميكانيكيه، وبعض الاحيان كيكون عندنا واحد التعفن هي الانفكسيون. الانفكسيون اي الانفلاماسيون قراب شويه، الانفكسيون هي تعفن كيعطي الانفلاماسيون، وكاين غير الانفلاماسيون بوحدها بدون تعفن هي اللي نقدروا نهضروا عليها. في الميكانيكي راه سي لا ريدوكاسيون، العلاج الطبيعي، التقويم اليدوي الطبي ديال العمود الفقري الاوستيوباتي، و سميتو الحقن الموضعية، زيد على هادشي الأدوية المتداول عليها لي زي ان اس هما المضاد ديال الالتهاب كيصلحوا في هاد الحالة. في الحالة الأخرى أمراض الروماتيزمية المريض خصو يتناول الدواء طول السنة، نفس الأعراض غير في السكي ميكانيك الميكانيكية نقدروا نعطيو غير الدواء لمدة ديال شهر و ان بو دو ريدوكاسيون تو فغونتخي لورونز. والأخرى هي طول السنة، طول السنة هي في مدة ديال الزمن ديال لا بريزون شارج زعما ديال التغطية في تو سكي ميكانيك. حنا كنهضرو ميكانيك في المغرب سي نسا كثر من علاش، حيت المشكل ديال السمنة هو المشكل رقم واحد. رقم جوج هي انه الارهاق الاعمال المنزلية، ياك اللي معرض عليها بزاف النساء عندنا في المغرب، والرجال هادشي الناس اللي كيخدموا في واحد الوضعيه سيئه في المكاتب ديالو، يحاول ما امكنه ما يتعرضش للسمنه، ياك يكون عنده واحد الوقايه في الماكله ديالو. ثانيا يعمل رياضه، تمارين رياضيه، خص في العمل ديالو يكون عنده واحد مقعد ارغونوميك زعما مريح اللي كيتجنب ليه انه الغضروف ديالو وسميتو المفاصل ديالو ما يخدموش بزاف، باش يكون مريح.